اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ايمن عاشور اهتمام الدوله بتطوير منظومه البحث العلمي وتشجيع الابتكار مشيرا الى اهميه الدور الحيوي الذي يلعبه البحث العلمي والابتكار كاداه هامه لتنميه الاقتصاد الوطني في هذا الاطار اعلن الوزير عن نجاح فريق بحثي مصري من المركز القومي للبحوث في تحضير الخام الدوائي السيلمارين من نبات شوك الجمل المصري للمره الاولى وهو منتج ليس له بديل في السوق المصري مشيرا الى ان هذا المنتج يدخل في صناعه العديد من ادويه العلاج والوقايه من امراض الكبد